مهلك. يوسي انا رجعت. ابن عمي الحمد لله على السلامة. فضائل قل هو الله احد. لطفية شلونك ابن عمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هدى ناديت لي ابن عمي. ها فايزة ايه ناديت لي. تعو خدوا من ايدي. ايه على راسي ابن عمي. هات لك هات لك ابن عمي. لا 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 خلص انت وياها. فايزة عيونك خدي هدول على المطبخ. أمرك يا تاج راسي. أمرك يا نور عيونك لفايزة. شو؟ بلاقيكم رجعتوا على البيت؟ إيه والله يا ابن عمي، مرت عمي رجعتنا بالقوة. مرت عمك؟ إيه أهلين وسهلين. وما إجى على بالها ترجعكم إلا اليوم. هيك أوامرها لمرت عمي، ونحن ما بنسترجي نخالف أوامرها، مو هيك هدى؟ إيه بلا. صحيح ابن عمي، نسيت قلك، إن شاء الله ألف مبروك عجواستك، تتهنى تقبرني. عن حق ابن عمي، ذوقك بفايزة بيطير العقل. الله يبارك فيكم. شو بلاقي لسانكم حاليان؟ ما شاء الله عليكم. روحوا كملوا شغل وبعتوا لي فايزة. قبل ما نبعت لك فايزة ابن عمي، بيرضيك انه اخذت لي اوضتي وقعدت فيها؟ لا ما بيرضيني. بس هلا فايزة عروس جديدة وبدي اياكم تعملوها احسن معاملة، فهمتي انت وياها؟ امرك ابن عمي. ايه والاوضة ابن عمي؟ خلص اقعدي بالاوضة الصغيرة. بلا شو؟ انا وبنتي نقعد بالاوضة الصغيرة وهي تقعد بالاوضة الكبيرة. غيره ابن عمي. بتريد مني شيء ثاني يا تاج راسي؟ فيوسي أمرك ابن عمي. شو رأيك ترجعي للأوضة للطفية وتاخدي أنت الأوضة الصغيرة؟ معقولة عم تطلب مني هيك طلب يا ابن عمي؟ لك أنا بأمرك وبأمر ضرايري الحلوين يقبروا عظامي شو حاببتهم مثل إخواتي. لك شفتي يا لطفية؟ شفتي فايزة بنت العقيد قديش فهمانة ومعدلة؟ روحي للطوف، روحي خدي الأوضة. بس إذا ما فيه سئلة بتساعدوني بترتيب الأوضة؟ شو هاد؟ ماذا بتدخل بهذا الموضوع؟ أنا بكرة بجيب على التالي بينقلوا جهازك على الأوضة الصغيرة وبينقلوا جهاز لطفية على الأوضة الثانية. فايزة الحقيني عاوزك. إيه أمرك ابن عمي. تخيل الله ما أحلى العرايس الحلوين. لك انتي بدك تجنينيني انتي؟ شو جبه ولا عم تجذبيه علي يعني؟ لك ليش ولك للطوف؟ صحيح ضرتنا بس ليكي ما احلاهن. ايه والله مثل العصافير. هلا هاي حلوه هاي؟ لك هاي حيه من تحت التبن. بس على مين؟ لو بتعرفي شو ساويت لك فيهم. لك شو عملتي فيها ولك لطفيه؟ حطيت لهم الريس بالفرشه. الريس؟ يا على عيونك يا لطفيه مأواكي. لك شلون قدرتي تفوتي على الاوضه؟ فت من الشباك لما كانت مقصوفه الرقبه بالمطبخ. الله يسترنا من عمايلك يا ضرتي.